عقيلة صالح يؤكد أن القانون الحالي يسمح بالترشح للانتخابات ويستثنى منه مزدوجي الجنسية. البرلمان والحكومة وبوادر مواجهة قادمة لا محالة. الكوني يزور دول الجوار وملفات عديدة قيد النقاش. مشاهدينا سلام الله عليكم، نشرة الرابعة مساء من قناة ليبيا، وفي عناويننا نتابع: تأمين النهر الصناعي من خلال قوة مشتركة خطوة أشاد بها المبعوث الأممي. أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن المجلس سيسحب الثقة من الحكومة إن لم تحترم مجلس النواب وتحضر جلسة الاستجواب، لافتا إلى أن جلسة تسعى لمواجهة الحكومة بفشلها في عدة ملفات أبرزها المصالحة الوطنية. لن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها إذا لم تحضر، وبالتالي سيكون هناك قرار أعتقد مجلس النواب بسحب الثقة. أيضا هو تعالى على مجلس النواب وعدم احترام لمجلس النواب، أعتقد أن لا توجد من يدافع عنها إن قامت بذلك. هذه الحكومة يعني لم تقم بما هو مطلوب منها، خاصة ما طلب منها منذ البداية هو يعني توحيد المؤسسات الدولة وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، أيضا المصالحة الوطنية والاستعداد للانتخابات. ربما هذه الحكومة لم تقوم بهذا العمل. وقال عقيلة إن لجنة 5+5 هي الجهة الأكثر خوفا وحرصا على مصلحة الليبيين، وهي الوحيدة القادرة على توحيد الجيش، مبينا أن القائد الأعلى للقوات المسلحة غير قادر على إصدار تعليمات للجيش. لقد تركي ولكن نحن نصحنا هذه الحكومة والمجلس الرئاسي حقيقة بأن يترك هذا الأمر للجنة 5+5، هم أحرص الناس على وحدة التراب الليبي وأيضا على وحدة الجيش الليبي وعلى سلامة الشعب الليبي، ولكن التدخلات حقيقة السياسية في هذا الشأن كان عليهم أن يتدخلوا في عمل الجيش وتوحيد الجيش ويتركوا عملية توزيع الوحدات العسكرية وتنظيم الجيش وترتيب العمليات. القائد الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي مجتمع، لكن الجيش منقسم، أنت قائد أعلى للجيش اللي في الشرق أو في الغرب المجلس الرئاسي، الجيش منقسم، وبالتالي الجهة الوحيدة اللي مؤهلة لتوحيد الجيش والخروج من هذه الأزمة هي 5+5، لأن القائد الأعلى للقوات المسلحة أيا كان لا يستطيع أن يصدر تعليمات للقوات المسلحة في شرق ليبيا، لأن هناك حقيقة سوء تقدير منذ البداية، أصبحوا يتعاملون مع العسكريون في غرب ليبيا وتركوا القيادة العامة في الشرق، فكان عليهم يا إما يتعاملوا مع الجميع أو يتركوا الجميع للجنة 5+5. طلب أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة أمس بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد دبيبة واختيار شخصية وطنية قادرة على توحيد المؤسسات ولم شمل الليبيين. ودعا الأعضاء في بيانهم باقي أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولية استمرار هذه الحكومة التي وصفوا وجودها بناقوس خطر وتكليف حكومة جديدة يكون عنوانها وفعلها للوحدة الوطنية. وفيما يتعلق بملف الانتخابات، شدد عقيلة على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها بلا تأخير، مبينا أن البرلمان قام بصياغة قانون الانتخاب وهو قيد الإصدار، وبحال عدم صدوره فسيتم العمل بالقانون الحالي، لافتا إلى أن القانون يسمح للجميع بالترشح إلا مزدوجي الجنسية. متفائل ومصر على إجراء الانتخابات في موعد 24 ديسمبر، لأن الأهم هو قانون انتخاب الرئيس، وقد يكون صدر يعني على المفوضية أن تتولى وتقوم بمهام انتخاب الرئيس. أما قانون مجلس النواب هو اللي أتوقع أن يصدر خلال الأسبوعين القادمين، ولكن حتى إذا كان يصدر لدينا قانون قائم فهو القانون حتى يلغى يعدل، يعني لدينا قانون لانتخاب مجلس النواب قائم الآن موجود وهو ما انتخبنا على أساسه، يعني لم يصدر قانون جديد فيمكن العمل بالقانون القائم حاليا. لم نمنع أحد من الترشح لرئاسة الدولة، وقلنا أن من يقصي هو صندوق الاقتراع، ولكن مزدوجي الجنسية لا، يعني نحن قلنا أن يوم من ترشح يجب أن لا يكون يحمل جنسية الدولة، والكل من حقه أن يترشح ماذا توفرت الشروط العادية المعروفة، يعني
أن يترشح لرئاسة الدولة، ومن يقصي ويقبل هو الشعب الليبي، لا وصاية على الشعب الليبي، ولا أحد يستطيع أنه لديه معرفة وتقدير الأمور إلا الشعب، هو صاحب المصلحة في اختيار من يحكمه. تصريحات صالح هذه استغلتها بعض الأطراف لخلق أزمة سياسية في البلاد ربما تعرقل إجراء الانتخابات في موعدها كما يرى كثر، إذ نشرت منصة حكومتنا فيديوهات قالت إنها رد دبيبة على تصريحات عقيلة صالح الأخيرة، غير أن الحقيقة مختلفة تماما. تقرير التالي والتفاصيل. في الأفق غيوم تحتشد من هنا وأخرى تواجهها من هناك، وإن سألنا متنبئاً لقال إنها عاصفة هوجاء قادمة لا محالة. هذا ما ينذر به أيضاً المشهد الليبي، فبلا شك أن هناك فتيل لهب لأزمة سياسية قادمة يحطب لها مسؤولون لتشتعل. فبعد دعوة مجلس النواب لرئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة لحضور جلسته القادمة بهدف مساءلته، لم يبدي الأخير موقفا واضحا حول قبول الدعوة من عدمها، غير أن المستفيدين من خلق أزمة سياسية فعلوا، فبلسان دبيبة ردوا: أنا أحترم مجلس النواب، أحترم دعاوى مجلس النواب بغض النظر على من يترأس أو من يدير، قراراتكم أنتم هي مهمة بالنسبة لنا. فرد بروحة نحبه ولا نكره مش هذا هو القصة. نظموا أنفسكم حتى في دعوتي، أنا مستعد نجيكم حتى كل يوم. حتى كل يوم بتابع لي اسبوع، تعال كل يوم تبوني نبات عندكم اسبوع، مستعد نبات عندكم. ما عنديش ضير ولا اني متحسن ولا خضوع ولا موقع. يعني خدام هذا الشعب، اذا كان تخدموني ماشي جاي ماشي جاي ماشي جاي حتى نبني عليه منكم. هي مجموعة فيديوهات قالت منصة حكومتنا إنها رد دبيبة على تصريحات عقيلة صالح الأخيرة، لكنها في الواقع فيديوهات قديمة تم تجميعها من مناسبات سابقة عدة تحدث فيها دبيبة وتم نشرها حديثا بهدف تحريك الماء الراكد وخلق أزمة بين دبيبة وصالح، ما يعني أزمة سياسية يتبعها تأجيل الانتخابات والعودة للمربع الأول من الأزمة، أو هكذا يأمل أولئك. هذا التحليل يرى كثر أنه أقرب للواقع، خاصة وأنه تزامن مع تصريحات بعض الأطراف حول إمكانية تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد، حتى أن تلك التصريحات أصبحت في العلن لعرقلة الانتخابات التي اقترب موعدها في 24 ديسمبر القادم. أكد عضو مجلس النواب سعيد مغيب اليوم أن الانتخابات سوف تكون في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن كل المحاولات التي تقودها بعض الأطراف من أجل تأجيلها أو عرقلتها لن يكتب لها النجاح. قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد أن لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع عدد من أعضاء البرلمان وبحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بحث عددا من الملفات أبرزها توحيد مؤسسات الدولة والانتخابات. قال سعيد أن المنفي أكد سعي الرئاسة إلى التعاون مع الحكومة للإيفاء بالتزاماتهم والتعاون مع البرلمان لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن دبيبة أكد في الوقت نفسه أن الحكومة تعمل على توحيد المؤسسات منذ تشكيلها ونجحت بتوحيد السلطة التشريعية. من جانبهم أكد الحاضرون بحسب سعيد ضرورة عقد الانتخابات في موعدها دون تأخير، وطالبوا ببذل المزيد من الجهود لمنع الانقسام وتوحيد باقي المؤسسات. وصل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى العاصمة التشادية في زيارة رسمية ضمن جولته لدول الجوار. استقبل رئيس التشادي محمد إدريس ديبي الكوني فور وصوله وبدأ معه جلسة مشاورات ثنائية، حيث ناقش الطرفان ملفات حماية الحدود والتصدي للإرهاب، إضافة إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال زيارته إلى المغرب أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في المشهد السياسي الليبي، وتحتاج تعاونا من جميع الأطراف الليبية لإنجاح استحقاقات المرحلة. وأفاد بيان مقتضب لوزارة الخارجية المغربية أن وزير الخارجية ناصر بوريطة استقبل اللافي فور وصوله، حيث أثنى اللافي على دور المغرب ودول الجوار الإفريقي في دعم العملية السياسية الليبية. هذا ويلتقي اللافي عددا من المسؤولين المغاربة لمناقشة عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.
ناقش النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يانكوبيتش آخر الاستعدادات للانتخابات. وأفاد المركز الإعلامي لمؤسسة ليبيا أن اللقاء بحث دور الحكومة في المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات وتوفير الخدمات للمواطنين، خصوصا في ملف الكورونا والكهرباء والماء. وحث القطراني الأمم المتحدة على بذل المزيد من الجهود لإقرار قاعدة الانتخابات ودعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 عن طريق توفير احتياجاتها اللازمة لتنفيذ مهامها على أكمل وجه، وأبرزها إخراج القوات الأجنبية من البلاد. تستمر المبادرات والجهود من قبل مفوضية العليا للانتخابات للاستحقاق الانتخابي الديمقراطي في 24 من ديسمبر المقبل. مبادرة أخيرة بحثها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع المبعوث الخاص للأمين العام يانكوبيتش للاطلاع على مستجدات العملية الانتخابية، بالإضافة إلى سير عملية التسجيل بمنظومة سجل الناخبين. نتابع. حلم الوطن لإرساء النظام الديمقراطي أساسه الانتخابات، فهي خطوة مهمة لمرحلة الانتقال الديمقراطي التي ستعمل على تحقيق الاستقرار والقاعدة القانونية التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وتكسبها الشرعية. فالانتخابات هي الوسيلة الأساسية التي بموجبها يختار المواطن الأشخاص التي تستند إليهم مهام ممارسة الحكم، وقبل أن تكون الديمقراطية وسيلة أساسية لتكوين السلطة فهي تستجيب للقيم الإنسانية الأخلاقية. ولكي تسود الديمقراطية ولا تبقى مجرد أحلام وأفكار، يجب أن يكون الشعب مؤمنا بمبادئ الديمقراطية وأهميتها لبناء مستقبل أفضل. جهود بذلت وستبذل من قبل المواطنين بشكل عام والمفوضية العليا للانتخابات بشكل خاص، مبادرات وجهود كبيرة لاستحقاق انتخابي ديمقراطي في 24 من ديسمبر. كان آخرها مباحثات بين رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يانكوبيتش لبحث مستجدات العملية الانتخابية والقاعدة الدستورية اللازمة للانطلاق نحو البداية الفعلية للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى سير عملية التسجيل بمنظومة سجل الناخبين. نجاح تحقق مستويات التسجيل يوما بعد يوم، فقد بلغ إجمالي عدد المسجلين بالخارج 6872 ناخبا، في حين بلغ إجمالي عدد المسجلين في الداخل نحو 2,813,483. المرأة الليبية كانت جزءا أساسيا من المبادرات والجهود لدعمها في العملية الانتخابية وتعزيز مشاركتها في الانتخابات، فقد اتخذت المفوضية إجراءات لتسهيل مشاركتها وخاصة بعد استحداث وحدة دعم المرأة بالمفوضية، بالإضافة إلى البرامج التي نظمتها هذه الوحدة في مجال التوعية وترسيخ مفهوم المشاركة لجميع فئات المجتمع دون تهميش أو تمييز. جهود كبيرة من قبل المفوضية لتمكين المرأة الليبية في ممارسة حقهن في الانتخابات والقضاء على جميع الممارسات التي تحد من دور المرأة السياسية. ذوي الاحتياجات الخاصة كان لهم نصيب كبير من قبل المفوضية في رفع وتعزيز مستوى التوعية الانتخابية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم في الانتخابات القادمة. إن التاريخ يمثل حقائق في حياة المواطن الليبي، فانتظاره للأمل في التغيير والتبديل إلى واقع أفضل وفي تقرير المستقبل السياسي في الوطن يكفل الحقوق والحريات يوم لا يمكن نسيانه. ويبقى السؤال الوارد للأذهان، هل ستثمر جهود المفوضية في مستقبل الشعب الليبي؟ وهل ستنعكس عليه بصورة إيجابية؟ سؤالان سنرى إجابتهما خلال الأيام القادمة. هذا وأكد كوبيتش تشكيل قوة مشتركة جديدة من طرفي خطوط التماس لتأمين النهر الصناعي، والتي تعد خطوة نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة. وقال إن هذه الخطوة التي تمت بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تمهد الطريق لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة
والمضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى أنها توصل رسالة للجهات الدولية مفادها أن الليبيين قادرون على إنهاء خلافاتهم والعمل على بناء دولة موحدة ومستقرة. وصل وزير الداخلية خالد مازن ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى تونس في زيارة هي رسمية. وقال المركز الإعلامي إن الزيارة ستبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة ملف فتح الحدود والسماح للمواطنين بالمرور بعد تقييم اللجنة العلمية لمكافحة كورونا. أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد بيدبا قرارا بتشكيل لجنة للمهجرين عن مدينة بنغازي برئاسة فتحي تربل وعضوية 5 آخرين لحل المشاكل المتعلقة بهم. حلم كل إنسان أن ينشأ في بيته ووسط بيئته التي اعتاد عليها، لكن الظروف تضطره أحيانا لترك كل شيء والظفر بحياته كأولوية، وهذا هو وضع المهجرين الذين أجبروا على الخروج من مدنهم وترك مناطقهم والانتقال للعيش في مدن مختلفة حفاظا على أرواحهم. ولذلك قررت الحكومة تشكيل لجنة للمهجرين مدتها 5 أشهر قابلة للتمديد برئاسة فتح تربل و5 من الأعضاء الآخرين، على أن تقدم اللجنة تقارير دولية بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء. وتتولى اللجنة عدة أمور، منها متابعة وحل المشكلات الإدارية والمالية العالقة للمهجرين مع الوزارة والمؤسسات والمصالح وما في حكمها، بالإضافة إلى متابعة ملفات السجناء والمعتقلين مع وزارة العدل والنائب العام والنظر في أوضاعهم القانونية والإنسانية. معاناة المهجرين لم تقتصر على مدينة بنغازي فقط، بل شملت مدنا أخرى تعاني من ذات المشاكل والتهميش، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن مدى قدرة الحكومة على معالجة مشاكلهم العالقة التي لم تتمكن من حلها الحكومات المتعاقبة. أجرت دورية تابعة لكتيبة سبل السلام التابعة لقيادة العامة للجيش بمدينة كوفرة عملية تمشيط بالكامل على طول الشريط الحدودي الليبي مع دول الجوار التشاد والسودان ومصر. الدورية التي استمرت جولتها مدة 4 أيام اتجهت لإجراء عملية تمشيط أخرى داخل الحدود السودانية وصولا إلى منفذ العوينات الحدودي والحدود المصرية مع ليبيا، علما بأنها ستستمر طيلة الأيام القادمة. قامت وزيرة العدل حليمة إبراهيم أمس بزيارة تفقدية إلى بلدية نالوت لافتتاح مبنى الطب الشرعي بالبلدية وتجهيزه بكافة الإمكانات حتى يتمكن من العمل بشكل المطلوب. كما تناولت الزيارة الوقوف على حيثيات العمل القضائي والتحديات التي تواجهه وتذليل الصعاب للدفع به للاستمرار بالعطاء، بالإضافة لمعالجة الصعوبات التي تواجه أفراد الشرطة القضائية وتعيق جهاز السلك القضائي عن أداء مهامه على الوجه الأكمل. وناقشت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن مع رئيس محكمة استئناف غريان وعدد من أعضاء الهيئة القضائية التحديات التي تواجه العمل القضائي. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لها لمحكمة غريان حرصا منها على تذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسة العدلية. من جهته أكد المحامي العام ضرورة القيام بعمل الصيانة للمحكمة والقاعات والمقار القضائية من أجل تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين. افتتح وزير الصحة علي الزناتي رفقة عدد من المسؤولين مركز التطعيمات بمجمع سليمان الضرات بالمدينة الرياضية بمدينة بنغازي وسط حضور كبير من المواطنين الراغبين بتلقي التطعيمات. الزناتي أكد بدوره أن الحملة ستستمر حتى نفاذ كمية اللقاح، كما شدد على ضرورة تلقي اللقاح لأنه السبيل الوحيد للقضاء على الفيروس الذي سيسهم في تحسن الوضع الوبائي في البلاد وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة. إلى ذلك قال الزناتي أن الوضع الوبائي مطمئن ولا صحة للإشاعات عن انتشار كبير في الحالات المصابة ونقص في مخزون الأكسجين الطبي في المراكز. تصريحات تأتي للرد على المشككين بجدية أداء الحكومة والوزارة لمواجهة الوباء. نتابع هذا التقرير.
إحصائيات كورونا المسجلة مؤخرا والتي يعتبرها بعضهم مطمئنة مقارنة بدول العالم البعيدة والقريبة لها مؤشر سلبي بات يعلمه كثيرون، فحوصات قليلة وتدن في المسح العشوائي الذي غاب عن خطة وزارة الصحة رغم اعتماد دول كثيرة عليه لتقييم الوضع الوبائي لأسباب عزتها الوزارة إلى قلة الإمكانيات وعزوف الكوادر الطبية، يضاف إلى ذلك ما واجهته البلاد لفترة من أزمة تمثلت بالنقص الحاد في الأكسجين الطبي. حكومة دبيبة وعلى قصار عمرها كانت في مهب مشاكل لا يمكن لأحد أن يقلل من حدتها، تقف اليوم في وضع الدفاع عن نفسها أمام من ينكر إنجازات تقول أنها سعت لها في مواجهة هذا الوباء الذي هدد العالم أجمع. وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي الزناتي أكد في تصريحات له أن ليبيا انتصرت على كورونا الذي أسقط أنظمة صحية لدول مثل أمريكا. احنا في صراع مع اثنين، في صراع مع الزمن في الحكومة الوطنية تصير، وصراع مع وباء كورونا اللي الحمد لله نحن انتصرنا على كورونا، نحن الليبيين انتصرنا على كورونا. وضع وبائي في ليبيا وضع مستقر وممتاز مقارنة بالدول العظمى الكبيرة زي إيطاليا زي فرنسا زي أمريكا اللي تهالكت وأسقطت حتى أنظمة صحية في هذه الدول الكبيرة. نحن في ليبيا بعون الله بتوفيق من الله وحده استطعنا أن نواجه هذا الوباء ونشتغل بشكل جدي بشكل حرفي. الوزير أشار إلى أن مخزون الأكسجين في المنطقة الشرقية تضاعف بينما تمتلك المنطقة الغربية ما يكفي منه، مثمنا دعم الجمهورية المصرية لليبيا عبر إمدادها البلاد بعدة شحنات في غضون الأزمة الأخيرة، مؤكدا نية الحكومة على تشغيل مصانع أخرى لإنتاج كميات أكبر من مادة الأكسجين الطبي. مخزون الأكسجين على سبيل المثال المنطقة الشرقية قبل وجود الحكومة العطلانية كان 63 ألف لتر، الآن أكثر من 250 مخزون أكسجين في المنطقة الشرقية. المنطقة الغربية لديها المخزون ما يكفيها إن شاء الله تعالى. استعنا بأحلامنا في جمهورية مصر العربية وفروا لنا كميات كبيرة من الأكسجين ويتدفق في اليوم إن شاء الله. سعيين أن يكون عندنا مصانع أخرى إن شاء الله للأكسجين، وفروه هو العلاج الوحيد لكورونا بعد الأدوية والمضادات الفيروسية والمضادات البكتيرية وغيرها. تأتي حملة الحكومة الدفاعية في وقت تفتتح فيه مراكز تطعيمات في مختلف المدن بهدف التصدي المعتمد عالميا للجائحة، وسط حضور كبير من المواطنين الراغبين بتلقي التطعيمات إجراءات وإن لم تقنع البعض لكنها برأي حكومة الوحدة والزناتي السبيل الوحيد والمتوفر حاليا للعودة إلى حياة صحية أفضل. وفي سياق متصل، سجلت ليبيا 26 وفاة و 1722 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 300,000 و 4,152 وفاة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد في مارس العام الماضي. أما في بلدية بن تبية فقد أعلن عميدها أشرف المصلح استلام 35 اسطوانة أكسجين من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وقالت البلدية في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المؤسسة لها في ملف مواجهة فيروس كورونا، إذ أشاد المصلح بجهود المؤسسة ومبادرتها الإنسانية لتوفير احتياجات البلدية. نبقى في ملف كورونا، حيث بحث رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة كورونا العميد يوسف بلبان ومدير أمن بنغازي المكلف العميد أحمد منصور الإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا، وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان مديرية أمن بنغازي الخطط الاحترازية الواجب اتخاذها في ظل الجائحة، بالإضافة إلى توفير اللقاحات لمنتسبي مديرية أمن بنغازي والمديرات المجاورة والأجهزة والإدارات، وتوفير ما يلزم من مواد معقمة للحد من انتشار الفيروس. أرسلت منظمة الصحة العالمية في ليبيا جهاز أشعة سينية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع طبرق، وذلك في إطار دعم المنظمة لقطاع الصحة في ليبيا. وقال عضو المنظمة أحمد دعليجي إن الجهاز خاص بتصوير حالات الإصابة بأمراض الصدر ومتابعة حالات الدرن وحالات الاشتباه بكورونا، وبيّن أن الجهاز حديث وسيكون بديلا عن الجهاز الموجود حاليا في المركز والذي يعود تصنيعه إلى سبعينيات القرن الماضي.
انطلقت الدورات التدريبية التي تنظمها كلية الموارد الطبيعية في جامعة الجفرة بالتعاون مع مركز الAESS البريطاني لمناقشة مواضيع البحث العلمي وآلية اختيار الجامعات. وتتواصل هذه الدورات لعدة أسابيع يقدمها أساتذة مختصون على شكل ورش عمل متنوعة تحاكي الشؤون الأكاديمية التي يحتاجها الطالب الموفذ والباحثون وإعطاء هيئة التدريس وفقا للمعايير العالمية. أقيمت في قاعة المؤتمرات في كلية التقنية الإلكترونية في بلدية بني وليد أمس دورة تدريبية بعنوان فض النزاع وبناء السلام بمشاركة 20 شاب وشابة. وتناولت الدورة عدة محاور من بينها دور الشباب في عملية السلام وتمكينهم من أدوات تحليل النزاع بغية إرساء السلم الاجتماعي في مختلف أنحاء البلاد. كان التدريب يخص على تمكين الشباب ودورهم في فض النزاع ونشر السلام وبناء السلام في المدينة. حاولنا قدر الإمكان أن ننشر فكر السلام بين الشباب في المدن العديدة. طبعا التدريب هذا متزامن مع عدد من التدريبات الثانية مقامة حاليا في مصراتة وفي الزاوية وفي طرابلس وفي أكثر من 13 مدينة على مستوى ليبيا. نحاول قدر الإمكان أن نوروا الرؤية الصحيحة للعالم ولليبيين أن الشباب يقدروا يبنوا سلام، أنهم ما همش وقود للحرب. الرابعة متواصلة فيها بعد فاصل قصير. رغيف العيش يتصدر الأزمة من جديد ونقيب الخبازين يلوم الحكومة. أهلا بكم من جديد. أفاد نقيب الخبازين في طرابلس أبو خريس محمد بأن أسعار الدقيق غير مستقرة منذ بداية تغيير سعر الصرف إلى الآن، موجها لومه إلى الحكومة لعدم وضع الحلول المناسبة لهذه الأزمة كتخصيص مبلغ معين لصندوق موازنة الأسعار. تفاصيل أوفى عن أزمة أسعار الدقيق نتابعها في هذا التقرير. يبدو أن شبح كورونا ليس الشبح الوحيد في ليبيا في الآونة الأخيرة، فالأزمات المتلاحقة ما بين اقتصادية وصحية وسياسية باتت أمورا مرعبة تعصف بالمواطن الليبي، وكان آخرها أزمة ارتفاع أسعار الدقيق التي قد تنذر بانفجار. أزمة غذائية وشيكة تهدد الأمن الغذائي في ليبيا، ربما ستكون القشة التي تقسم ظهر البعير. فمن الواضح أن الشعب الليبي ضاق ذرعا بتراخي الحكومة والجهات المعنية عن حلحلة المختنقات التي لم تتوقف عند حدها بعد. وبحسب تصريحات صحفية لنقيب الخبازين أبو خريص محمد، فإن أسعار الدقيق غير مستقرة منذ بداية تغيير سعر الصرف حتى بعد الاجتماعات التي عقدها وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الأسبوع الماضي مع النقابة العامة للمخابز وشركات المطاحن التي لم تثمر لأي نتيجة، لافتا إلى أنها لا تملك السيطرة الكاملة على مطاحن الدقيق على حد قوله. أبو خريص في تصريحاته أوضح أيضا أن النقابة لا تستطيع أن تضع اللوم على أعضاء الحرس البلدي فيما يخص التحكم بأسعار الدقيق، أما اللوم التام فيوجه إلى الحكومة لعدم وضعها حلولا مناسبة لهذه الأزمة. وفيما يخص أسعار الدقيق، أشار أبو خريص إلى أنها ارتفعت في الأيام الثلاثة الماضية حتى وصلت ليلة البارحة إلى 230 ديناراً، علماً أنها قدرت قبل 10 أيام ب 180 ديناراً.
وقبل ما يقارب 8 أشهر تم إغلاق عدة مخابز بعد قرار صادر من النقابة العامة للخبازين نتيجة شح مخزون الدقيق في البلاد وارتفاع أسعار مكونات الخبز وغلاء المواد الداخلة في صناعة الرغيف، إذ باتت لا تغطي تكلفة الإنتاج. أصبحت أزمة الخبز القوت اليومي في البلاد أمراً تعجيزياً بعد أن كانت تفرش الموائد الليبية من الشمال للجنوب، فمن هو المسؤول عن ارتفاع سعر الدقيق؟ ومن هو المسؤول عن تعديله؟ هذا حال لسان المواطن الليبي في هذه الفترة، وهذا هو السؤال. أوضح المصرف المركزي في تصريحات صحفية أنه سيتم العمل على إرسال شحنة سيولة إلى كافة المناطق الشرقية في البلاد، وأشار أيضا إلى أن المصارف في المناطق الشرقية ستستلم خلال هذا الأسبوع شحنة سيولة مقدرة ب 500 مليون دينار لاستكمال احتياجات كافة الفروع وصرف المرتبات للزبائن نقدا ووضع حل جذري للصعوبات التي تواجههم. كشف مصرف ليبيا المركزي أمس تسليمه شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار لفروع المصرف التجاري بمدينة سبها. تم ذلك عن طريق قسم إصدار المصرف في المدينة لتوزيعها على فروع المصرف التجاري بالمنطقة. طلب مدير إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي في بنغازي المديرين العاملين بالمصارف بإصدار الصكوك الإلكترونية. جاء ذلك للاستفادة من نظام المقاصة الإلكترونية في تسوية المعاملات بين كافة المصارف خدمة للعملاء. بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الأحراري آلية تفعيل أوجه التعاون المشترك في نطاق اختصاص الطرفين. جاء ذلك خلال اجتماع بحضور عدد من الجهات المعنية لمناقشة فحص ومراجعة حسابات جهاز الأمن الداخلي، بالإضافة لمناقشة بعض الملفات المحالة من ديوان المحاسبة إلى الجهاز. طالب أهالي الزنتان الحكومة والمجلس الرئاسي ورئيس البرلمان خلال وقفة احتجاجية بالتمثيل الإداري داخل المؤسسة الوطنية للنفط من مناطق التي تستعمل لإنتاج النفط، التي تعد أيضا خط عبور وموانئ مصدرة للنفط. كما ناشد الأهالي لإعطائهم الحق في التمثيل الإداري في إطار التنمية المكانية التي سلبت منهم بحسب تعبيرهم. نطلب الآتي: 1. حل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي واستبداله بمجلس آخر جديد. 2. نطالب بتمثيل كافة مناطق الإنتاج النفطي في الشرق والغرب والشمال والجنوب. 3. التمثيل العادل لمناطق الإنتاج في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديدة. عليه فإننا إذ نمهل الحكومة مدة أقصاها 10 أيام لتنفيذ هذه المطالب العاجلة، ونتمنى منها سرعة النظر واتخاذ اللازم، وفي حال تجاهلت الحكومة مطالبنا العاجلة فإننا سنضطر آسفين لتصعيد موقفنا منها. بحث رئيس أعضاء المجلس التسهيلي لبلدية العزيزية سير العمل في القطاعات وكذلك العمل على صيانة عدد من المباني التي تعرضت للتدمير والتخريب نتيجة الأحداث التي وقعت في المنطقة. كما تمت مناقشة الأوضاع المالية للموظفين الذين لم تصرف لهم مرتبات من وزارة المالية، وذلك ضمن اجتماع مدير المكاتب وبعض المسؤولين في البلدية. بحث عميد بلدية وادي عطبة عبد الرحمن بن الصالحين مع شباب البلدية أهم المعوقات التي تواجههم، وأكد بن الصالحين أهمية دعم فئة الشباب عن طريق تطوير عمل المكاتب التي تهتم بهم وتشكيل لجنة مختصة لتسهيل عملهم. وقع عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي ورئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة حميد الشروالي عقدا بخصوص مشروع إنشاء محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات لتوليد الكهرباء. كما تم تخصيص قطعة أرض بمنطقة تنياي تقدر مساحتها ب 75 هكتارا لغرض إنشاء المحطة، وسيتم ربطها مع الشبكة العامة للكهرباء في البلدية، وستكون قابلة للزيادة والتطوير.
ناقش النائب العام صديق السور مع وزير الزراعة ووزير السياحة والصناعات التقليدية الإجراءات القضائية والإدارية لمواجهة التعدي على الغابات والمراعي العامة. جاء ذلك خلال رصد نيابة للعديد من وقائع تزوير الوثائق الرسمية في ملكية الأراضي. كما أكد السور ضرورة التعاون مع مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق في استكمال إجراءات تحديد معالم أملاك الدولة. نظمت اللجنة التطوعية لإغاثة الشعب الجزائري حملة لإغاثة متضرري الحرائق في تيزي وزو وبجاية. قال عضو اللجنة وجدي شعبان إن 3 قوافل انطلقت من مدن نالوت وغريان ومناطق باطن الجبل إلى الجزائر، حيث تم جمع المساعدات بالتعاون مع فريق الكشافات والمتطوعين. هذه الحملة انطلقت الفكرة من شباب مدينة نالوت، والتموا مع بعضهم وتعاونوا وجينا كتفنا درنا الحملة هذه على خاطر الشعب الجزائري. وكيف ما تعرف الليبيين عندهم معزة خاصة للشعب الجزائري. التمينا عندك فوج الكشاف نالوت والهلال الأحمر ونادي الإصلاح ومجموعة متطوعين من الشباب، قالوا هاي نلموا وندعموا الشعب الجزائري ونوقفوا معاه في هذه المحنة. تلمينا مع بعض وبدت الأهالي نالوت كل واحد على قدراته. ختام الرابعة إلى العناوين. عقيلة صالح يؤكد أن القانون الحالي يسمح بالترشح للانتخابات ويستثنى منه مزدوجي الجنسية. البرلمان والحكومة وبوادر مواجهة قادمة لا محالة. الكوني يزور دول الجوار وملفات عديدة قيد النقاش. وتأمين النهر الصناعي من خلال قوة مشتركة خطوة أشاد بها المبعوث الأممي. بإذن مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة الرابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الإنترنت libyschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.